كنا الوداد والراجح حنا في حومه وحده ولا في درب السلطان وكنلعبوا وكانت العلاقه ديالنا مع اللعابه مزيانين الا في المباراه ديك 90 دقيقه خصنا كل واحد كيدافع على حقه وكانت الكره كان الانسان كيتفرج في الكره كان الابجيكو الكره قريبه وحتى الجمهور اللي كان كيتفرج هو كواري تيعرفوا الكره وتفهموا الكره كل اصدقاء وكنساليو اون بوطي ما كاين لا هادي ولا هادي هما خوتنا وعلى خوتهم دائما كنلقاو الوداد والرجاء رغم ان الرئيس ديالنا الله يرحمه عبد الرزاق مكوار كان تيقول لنا راكم كتلعبوا مع خوتكم وانتم بحالكم بحالهم الا ما كانش الوداد راه ما خصهاش تكون الرجاء ولا ما كانش الرجاء ما خصهاش تكون الوداد. اليوم اللي كنكونوا لاعبين مع الرجاء كنبقى كتبقى مستريسي بزاف عاد كتبقى على واحد البريباراسيون واعره ما كتفك حتى كيضرب السانتر عرفتش كترجع لنفسك الاولى لان الماتش مهم والجمهور كنت كيتفرج دابا الجمهور كان كيضرب معاك بفمو ولا غادي يشجعك بفمو ما يضربك ما والو تيبغيوك وحنا كاع كان الحب ديالنا كبير بيننا وبين انا كنقول الجمهور خصو يقول لك الا كيحب الفريق ديالو يحب الفريق ديالو ويحترم الضيف ديالو انا هادشي على ما كنشوف هو جاي يتفرج متفرج وكل عجلتك غتوصل المشاكل وهادي راه بحال الوداد بحال الرجاء انا كنقول لك.